نزلت على الثورة 17 تشرين كرمال البلد، كرمال المرأة اللي قاضي بدها ضمان الشيخوخة، اللي قاضي بالزبالة بدها تاكل. طموحنا نحن انه بس انه الشباب يكفوا دراستهم والاولاد يضلوا عم يموتوا على المستشفى، انه يفوتوا على المستشفى. منا مشكلة يعني، منا عايشين نحن بغربة. شغلة ضمير نزلتني على الثورة 17 تشرين. قدمنا كل شيء لهالبلد، يعني قدمها دمي، نزف دمي بالطرقات، دمي كله نزف بالطرقات. اجت عالم من كل لبنان تبرعت لي دم. انا كنت على ساحه الكره، الشغب كان على عتال، صار نح الساعه، عرفت؟ هلا انا مرق واقف بدي اطلع على مين ما يكون مرق، بدي واقف يطلع شوفي. وقف قام هجم علينا الجيش، تقوص زلمه ختيار عمره بالسبعينات يمكن، واقف عم يشتغل عم يسترزق، اكل ضرب باجره. جيت انا عم لمه، قام كلت الضرب بظهري، ضرب ام 16 فات بظهري. رصاص حي؟ ايه رصاص حي، كان وقتها الجيش عم يقوص رصاص حي. فات الضرب بظهري، فات على ريتي وفات على قلبي على غشاء القلب. وصلت على المستشفى، كنت خارج عن الدنيا، يعني انا كنت بين الموت والحياه. صرت على الموت والعالم ما تتوقع انه انا ارجع اقوم. لقيتني 4 ايام غيبوبه من الثلاثة للسبت. الدكتور اللي عمل لي العمليه ابي طلع ساله، قال له ده بتعطيني امل بالحياه؟ قال له 5%. يعني تخيل انا 5% رجعت صحتي، رجعت زلت على الثوره، رجعت زلت على بيروت، رجعت قال له الله انتم قوصتوني وانا واقف قصتني بوجهكم وما حروح وما حسافر برات البلد كمان اشتغل عيش بكرمه، بدي ضلي هون، بدي اشتغل هون وعيش بكرمه وشوف هالمره اللي عم تقعد بالزباله عندها ضمان الشيخوخه قاعده بالبيت، وهذا الطفل اللي بده يفوت على المستشفى ما حدا بيوقفه على باب المستشفى، ما العالم بتموت على باب المستشفيات. انا لما توصلت انا ما بدهم يفوتوني على المستشفى، انا رابع يوم رمضان توصلت. لما استجهت السمان نحن كنا عم نشيله من الارض، بعد ما شلناه عم بودوه على المستشفى انا توصلت بعده دغري. محل ما هو توصل توصل. ايه ضرب ام 16 فات بصدري من هون طلع من هون. ما توصلت مره انا بس بقلبي، انا متقوص 3 4 مرات. متقوص ببيروت، متقوص على البحصار. مطاطي بس. مطاطي وليك. برضه ما طلعت على البيت، برضه ستنا عم ننزل على الثوره. انا بعدني هلا بنزل على بيروت بحوجتنا، يعني عم ننزل وعم نشحض. قبل ما اتقوص كان حلمي بهالحياه انه ثوره 17 تشرين تنجح.